السلام عليكم ورحمة الله. حلقة رقم 2 من Chapter 5 Transient Heat Conduction Exact Method. كيف حالكم الشباب؟ عساكم طيبين. نبدأ الآن نحاول نوريكم كيف طريقة الحل الرياضي للمسألة هذه. أوكي، أنتم معايا؟ طبعا أعتقد أني أعطيتكم بكل بساطة. أنت تروح للهيت إكويجن اللي اشتقيناها في Chapter 3، وحيبقى لك الحدين هذولا. أكبر لك شوية بس عشان تشوف أهو، شايف كيف؟ حيث يبقى لك الحدين هذول يسارا ويمينا. الانيشال كونديشن اعتقد انك توافقني بانه ات از ايكوال تو زيرو ات اني لوكيشن اكس، فان التمبريتشر حتكون اول ذس اول تي اي مثلا 400 درجه مئويه. خلني كمان اروح هنا على اليسار، ما ادري انت شايفني. لا والله ما هي واضحه، نصغر شويه. طيب لو انزلها كمان شويه واتخلص من الشكل هذا واخليها اجي اسوي لها برينج إلى الأمام كذا، كويس وممتاز جدا. يلا خلونا نركز شوية. قلنا أها، طيب نرجع كمان. طيب أهو أنت شايف الآن هذا هو الـ initial condition، هذا هو الـ initial condition. طيب بالنسبة للباندري كونديشن، خليني أبدأ بالباندري كونديشن رقم 2. لو طالعت في الباندري كونديشن رقم 2 إيش ممكن تحط؟ فأنت إذا كما تذكر من أيام الشابتر 3 عندنا 3 أنواع من الباندري كونديشن. النوع الأول constant temperature، الثاني constant heat flux، والثالث convective heat transfer. اوكي، هذا هو سكند باوندري كونديشن. هنا هو كما ترى كونفيكتيف باوندري كونديشن، بمعنى انك تجي هنا بالضبط. يلا 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 يلا، بسم الله الرحمن الرحيم، وتسوي سيرفيس انرجي بالانس. اباك تسوي لي سيرفيس انرجي بالانس هنا، وتقول ان الكوندكشن اللي يجي من هنا من اليسار حيصير ايش؟ حيروح على اليمين بكل بساطه. ولو سويت سيرفيس انرجي بالانس هنا برضو احنا قلنا على اليمين هنا، على اليسار هنا، حتقول ان الكيو كوندكشن اللي جاي منه حيكون فين؟ رايح على اليسار. من وجهه نظر المعادلات التفاضليه والجماعه حقون الماث يقولون المعلومه اللي هنا زي المعلومه اللي هنا، ما يعني انت ما جبت لنا شيء. بما انه الباوندري كونديشنز حقتك متماثله يمينا ويسارا، في المعلومه هذه من وجهه نظر الرياضيات هي زي المعلومه اللي هنا، فلازم تجيب لهم ايش؟ سكند باوندري كونديشن غير كذا. ايش طيب من فين نجيب لكم سكند؟ قال بص يا عم الحج، اهو قال عندك هنا اهو حيكون في معلومه دائما ثابته معايا، معلومة دائما ثابتة، ألا وهي إيش؟ حتلاحظ at any time فإن dt dx at x is equal to 0 تكون بإيش؟ بصفر معايا؟ طيب ممتاز. كيف نترجم هذا؟ نترجمه هو يا حبيبي، نروح هنا على اليسار أهو. بسم الله، هذا هو الـ convective boundary conditions زي ما أنت شايف. minus k dt dx at when، لاحظ يا حبيبي، at x is equal to L, t حيروح على يمين، وين حيروح؟ بواسطة الكونفكشن. الكونفكشن حيساوي h في ايش؟ في درجة حرارة السطح. اوكي، اللي هي t of L at any t minus t infinity. طيب وش رايك يا دكتور احط برضو اخذ باوندري كونديشن على اليسار قبل شويه، يعني ماينس كي دي تي دي اكس ات اكس ايكوال تو ماينس ال كوما تي؟ قلنا لك انه هذا هو ذا، ما يجيب لك معلومه جديده من وجهه نظر المعادلات التفاضليه عندما تحل، فلازم تجيب لهم ايش؟ انذر باوندري كونديشن يحمل معلومه جديده. هنا يقول لك ان الجريدينت في المنتصف اهو، هذا dt dx at x is equal to 0 السنتر، و at any time always ايش؟ بزيرو. ممتاز ولا ما ممتاز؟ ممتاز. طيب ايش اللي بعد؟ وش نسوي اللي بعده يا حبيب قلبي؟ لازم تنظف المعادلات التفاضلية هذه وتسوي لها عملية نورماليزيشن، تنسيب، تجهزها بصيغة لا بعدية نون دايمنشناليزنج، وتروح تديها اليمين للجماعة حقين الماث. فالنون دايمنشناليزيشن هذه لازم تفهم يا حبيبي، هذا من ضمن نطاقك انت كمهندس ميكانيكي. شايف؟ لا تقول لي ماث، لا اسمع كلمه ماث، فاهم؟ اشتغل، لا تنرفزني.
لسه الان هذا ضمن نطاقاتك، لازم تفهم ايش معنى، لازم عمليه ايش كل الفاريبلز اللي موجوده عندك في السيستم، السيستم الرياضي. هنا السيستم الرياضي ايش هو؟ يعني معادله تفاضليه بالشروط الحديه حقتها والزمنيه، هذه قدامك تمام. لازم كل فاريبل، ايش عندك فاريبل؟ عندك سلمك الله 1 ديبندنت فاريبل اللي هو تي، واثنين اندبندنت فاريبل اللي هو الزمن والاكس، شايف كيف؟ وش بعد عندك؟ يلا خلينا نشوف، بسم الله والله اكبر، يلا خلينا نبدا نسوي. قال لك يا حبيبي بالنسبه للزمن اهو، هذا هو الزمن. قال لك انا انزع اليونت حقته، كيف تنزع اليونت حقته؟ قال اقسمه على مربع الكاركترستيك لينكث واضربه في ايش؟ في الثيرمال ديفيزيفيتي. لو جربتها في البيت مع نفسك حتلاحظ انها ايش؟ بدايمنشنلس. وسموه تي ستار. وقال اخرون نبغى نسميه ايش؟ فورير لو. قلنا يا حبيبي سميه زي ما تبغى، دلع. طيب نجي للاكس هنا معايا، ايش نسوي فيها؟ قال لك نقسم الاكس على اجين كاركترستيك لينكث. عندنا الكاركترستيك لينكث عندنا طبعا لو جيت تطالع بالنسبة للفلات بليت هو حيكون ايش؟ نص الفلات بليت، بس ما علينا، احنا ناخذ لنا هنا هذا هو الكاركترستيك لينك معايا؟ طيب جميل جدا. طيب وبعدين خلي الولد هذا بايت نمبر. طيب وعندنا التمبريتشر. كيف التمبريتشر هذه كيف انزع اليونت حقتها؟ قال شوف يا حبيبي ركز معايا، التي ات اكس ات اني اكس ات اني تايم، اول شيء ابغاك تطرح منها تي انفينيتي. حلقة رقم 2 باء، تكميل ما وصلنا، ما الانقطاع اللي حصل سابقا. قلنا هنا يا شباب عملية النون دايمنشنلايز، آخر حاجة بقي عندي هي النون دايمنشنلايزنج حقت التمبريتشر، وأقدر أكبرها لك هنا شوية. فبقول لك إنه الطريقة الآن لعملية النون دايمنشنلايزنج أو النورماليزنج، إنه التمبريتشر عندك هنا تخصم منها تي إنفينيتي، وهذا كنا نسميها إذا تذكرون شغل من او تريك من اساليب الرياضيين لازاله النون هوموجينيتي من السولوشن، ثم تقوم بالقسمه على تمبريتشر ديفرنس ثابت عندك في البروسيس من اول لاخره. واعتقد انه تمبريتشر ديفرنس اللي ثابت عندك ما يتغير من ستيت 1 الى ستيت 2 هو الفرق ما بين الانيشال تمبريتشر في البدايه هو الفاينل تمبريتشر حقه الميديم تي اي ماينس تي انفينيتي. طيب كذا نكون احنا ايش بقي عندنا؟ اذا جينا طبقنا، شوفوا معي، لو جينا عوضنا هذا وهذا 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 في اهو في التمبريتشر في الهيت اكويجن والانيشال كونديشن والفيرست باوندري كونديشن والسكند باوندري كونديشن، بيظهر لنا الشكل هذا. ركزوا معايا، يظهر لنا الشكل، تصبح ذي الهيت اكويجن بصيغتها اللابعديه الجديده، الانيشال كونديشن بصيغه اللابعديه الجديده كانت تي اي اصبحت الان 1، الباوندري كونديشن اللي هو في السنتر السيمتري بزيرو، والكونفيكتيف باوندري كونديشن الان شوف كان هو شكله كذا معايا، بعد التعويض اصبح كذا اوكي. وظهرت عندي ثلاثة حاجات هنا، HL على K لميتها وسميتها إيش؟ بايوت نمبر أوكي؟ ظهرت عندي أثناء التعويض إلى آخره ثلاثة ثوابت HL كاركترستيك على الكي وسميتها البايوت نمبر. كذا أنا الآن وضعي عندي أنا كمهندس ميكانيكي صار عندي نون دايمنشنال فورم، أهو نون دايمنشنال فورم بارشل ديفرنشال اكويجن مع شروط الحديه، اخذها واوديها اعطيها لاي يعني متمرس في الرياضيات يحلها، او اذا انا فاضي اقعد احلها هو بيديني السولوشن، وهذا ما سنراه في الحلقه رقم 3 القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.